الله جليل، الله جليل، الله جليل، الله جليل، بدر مين طيبة تجلى، قد أضاء نورا ولاحي، بدر مين طيبة تجلى، قد أضاء نورا ولاحي. الله جليل، الله جليل، الله جليل، الله جليل. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات والتحيات والتسليمات على سيدنا محمد سيد ولد آدم، وعلى أهل بيته وعترته الكرام الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم ومهجهم ودماءهم لينقذوا الشعوب وينقذوا الأمم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر والشرك والوثنية إلى توحيد الله وحقائق الإيمان. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة النمل. ثم التفت القرآن إلى كفار قريش، إلى العرب الوثنيين، قال لهم الله خير أما يشركون، أعبادة الله أفضل أم أصنامكم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغيث ولا تنصر. الأنبياء هل نصرتم الأصنام لما الله؟ هل أنزل العلم والحكم الأصنام لما الله؟ هل أهل النبي ليكون قائد العالم الأصنام لما الله؟ الله خير أما يشركون. عبادة من أفضل؟ تأليه من أفضل؟ أم من خلق السماوات والأرض؟ عبادة من خلق السماوات، كان العالم في ذاك الوقت ما يعرف معنى السماوات بحسب ما يعلم الإنسان في هذا العصر. السماوات ما سماء، نحن عم نشوف سماء، قال في سماوات إذا تصل لآخر نجم وهنجمها هي اللي شايفة صارت تحت منك، تظهر لك نجوم وسماء ملأة من نجوم، تتجاوزها كمان نشوف سماء تانية وتتجاوزها. قالوا بأن عدد النجوم في الفضاء لو فرض أنه وضع رقم واحد على خط الاستواء ووضع أمامه أصفار حتى دار الكرة الأرضية بأصفار وآخر صفر وراء الواحد، هذا الرقم شو اسمه بالحساب؟ لا نهاية. قال هذا الرقم لا يحيط بالأشماس بالشموس وبالأراضي والكواكب التي في عالم الفضاء، فمن خلق الأصنام اللي أنت جبتها من الجبل ضربت لغم بعدين نحتها؟ أتعبدون ما تنحتون؟ لكل عقل، والله خلقكم وما تعملون.
شو تعملون ما تعملون؟ شو المقصود منها؟ الأصنام. القرآن واضح، تعملونه من الأصنام. أما إذا قتلت البريء، الله قتل، لما أنت القاتل. الخلاصة، وسلام على عباده الذين اصطفى. فالمصطفين الله كيف يصطفيهم؟ الرئيس أو الملك مين بيصفي للوزارة ورئاسة الوزارة؟ بده يصفي الأخيار الأكفاء. والله لما بده يصفي للنبوات والرسالات ليكونوا بنائين لعباده بالعلم والحكمة، كمان بينتقيهم من فضلاء وأخيار مخلوقاته. ولذلك الله عم يحييهم. التحيات المباركات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، كيف طالع الشمس وأعطاها الحرارة وجعل المسافة بينها وبين الأرض 150 مليون كيلومتر، فلو كانت أبعد 200 مليون كان تصل حرارتها باردة إلى الأرض، ولو قربها جعل 100 مليون كان حرارتها حرقت الأخضر واليابس، مع أنه هي الشمس سيرها بسرعتها سرعة يمكن الأرض سرعتها بالساعة 108,000 كيلومتر سرعتها بالساعة، والشمس لعل أسرع في سيرها. مع هالسرعة المسافة بينها وبين الأرض محفوظة، هذا محفوظة بنظام ومنظم، لما بلا نظام ولا منظم، بتدبير ومدبر أم بلا تدبير ولا مدبر؟ يا ابني اللي بيقرأ القرآن بعلم وقلب ما بيوقف قدامه شيء، لا الملحد ولا الشيوعي ولا أي شيء، بس نحن عم نقرأ بقلوب ميتة بعقول معرضة. وأنزل لكم من السماء ماء، خلق الشمس بالحرارة المعينة، خلق البحار، مين خلق البحار؟ مين جعل نظام التبخير والتحلية؟ مع البخار، بخار الطنجرة وتطلع على غطى الطنجرة وين بنزل بعدين؟ وتصيب البرودة بنزل بالطنجرة، فلو تبخر البحر ونزلت المي البحر شو استفدنا؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، يبعث الرياح ليسوق هالبخار المتمثل بالسحاب من فضاء البحار إلى فضاء الأرض، وبعملية إلهية ربانية حسابية رياضية فيزيائية ينزل بقدر ما يشاء. وين لو نزلت المطر وما عمل لها خزانات، بيجي الصيف ما في مي، عمل لها خزانات، خزانات مكشوفة وخزانات
مسورة، خزانات المكشوفة وين؟ رؤوس الجبال، بصير ثلوج تتجمد وبتذوب أول بأول، وفي نفس الجبال في أجوار في خزانات بتمتلئ، وإلها تمديدات صحية في باطن الأرض، تطلع في مكان ما نبعا وأنهارا وعيونا. فالخزانات الثلجية بالجبال والأرضية في بطن الأرض، حتى إذا فضيت الخزانات اللي بشغل الموتور تبع البحر، فمين اللي عمل هالعملية؟ أصنامكم؟ أنا من كشو أحد العرب في زمن النبي، ابنه أسلم يقول لك يا أبي لك هذا ما بينفع ولا بضر، إنا وجدنا آباءنا على أمة. هاي الرجعية، إنه نتمسك بالتقاليد ولو خالفت العقل والمنطق. الإسلام وراء المنطق، وراء المصلحة، وراء سعادة الإنسان. فإجا يوم من الأيام شاف الثعلب يبول على رأس الصنم، وإذ بولة الثعلب كانت أساسه وهي المنقذة للأب. فأنشد أرب يبول الثعلبان، يقال ثعلب وثعلبان، برأسه لا خير في من بالت عليه السعادة. وهذا كان عقل العرب، كان فقرهم ما نطق به القرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كان فقرهم يأكل الفطائس، لذلك الله قال: حرمت عليكم الميتة والدم. كانوا يلتوا الشعب بالدم وجففوه ويأكلوه في وقت المجاعات. فأتى الإسلام فصارت كنوز الأرض تمشي إلى أقدامهم. لما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من لكم، يعني لأجلكم، شان حياتكم، شان سعادتكم، حتى يطالع لكم الغذاء لكم ولدوابكم، طالع لكم الزهور حتى تنبسطوا وتكيفوا وتنسروا وتنتعشوا، طالع لكم النباتات اللي فيها الأدوية اللي فيها المعالجة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، كمان خلق لكم المناظر الجميلة الحلوة. فلازم إذا كنت مسلم قرآني حديقتك تكون ذات بهجة، ما تكون حديقتك ذات أشواك. لأن الله لما ذكر الحدائق كيف تكون؟ قال لازم تكون ذات بهجة، ذات منظر حسن. ثيابك لازم تكون ذات بهجة، شعرك ذات بهجة، أظافيرك ذات بهجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قصوا أظافيركم. ونقوا براجمكم، لا تخلوا وسخ على عقد أصابعكم. وتنظفوا واستاكوا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هذا من حقوق المرأة، حقوق كمان المرأة، كمان نظفي حالك، كمان جملي حالك لجوزك. الإسلام يا ابني كل ذوق، كل جمال. حدائق كان بيكفي انه يقول: فأنبتنا لكم نباتا،
قال لا، حدائق، بساتين. الحديقة أعظم من البستان، البستان يكون كبير لا يعتنى به، أما الحديقة صغيرة ومخدومة وجميلة، زهور وورود وأشجار وثمار، هذا الفن، هذا الجمال. الشيخ الله يعيننا، كل شيء ضد الذوق، كل شيء ضد الحياة، كل شيء ضد العقل. ما كل المشايخ لا يعني، لكن هيك صار الشائع عنهم. لذلك إذا المجتمع شاف شيخ عم يفهم على الذوق، على العقل، على الحياة، على الوطن، لك ابني هذا القرآن، هذا الإسلام. لكن لما بيقرأ الآية ما حظه منها إلا القلقلة والإدغام بغنة والعارة ضد السكون وأحكام التجويد، ما عقله عم يوجهه للمعاني، ما عم يوجه همته للعمل، ما عم يوجهه للتعليم. لذلك عم ينحبس في إرادته وحيث اتجاهه. فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أنت بتحسن تطالع من بذرة التين شجرة قد البيت؟ هات لشو من بذرة المشمش مين فلقها وهي قاسية؟ مين طالع جزعها لفوق ينمو وجزرة إلى أسفل يغوص؟ مين؟ مين خلق للجزر والشرش الخمائل التي تمتص من التربة المعادن بنسب معينة، ويعمل هذا الشرش عملية كيميائية من الطين بيطالع لك سكر؟ هذا معامل السكر والسكر بالشاي والحلويات، منين طالع؟ من الطين. مين بيحسن يطالع من الطين سكر؟ لك هذا الطراب اللي شايفينه ما له قيمة، لك حياتنا كلها قائمة عليه. لو أرنا ذهب كنا منموت، كنا من جوعنا، من ألماس كنا متنا. فمين علم التراب طالع سكر، طالع حمض، طالع المر، طالع؟ بعدين مين علم شجرة التين تصنع القالب بهاللون بهالشكل؟ لما بصير وقت النضوج وصار الأكل بيعطيك علامة إما لونية أو تشققية. فالله حكيم يا ابني، ما في شيء في الكون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا جهل، سمي الجهل كفرا لأن الكفر لا يأتي إلا من الجهل. والإيمان الحقيقي هو العلم، وهو العلم بالحقائق. فما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نعطيك إحنا بذرة التينة مليون بذر، نطحن لك ياهم وانت بس ركبهم ترتيب. المادة هي المادة، نعطيك القمح كيس طحين عملنا منهم قمحة ونزرعها. ممكن؟ ما كان، هي ما صنعتكم، الخلق صنع الله. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قال فالذي خلق هذا الخلق السماوات بلا نهاية شموسها وكواكبها وعوالمها لا نهائي، العقل عاجز عن أن يحيط بكنه خلق الله، والأرض وما فيها ونزول المطر وإنبات الحدائق والنباتات. فهل الذي خلق هذا الخلق ونظم هذا النظام وأبدع قوانين الطبيعة، قوانين السماء والأرض والنبات وقوانين المطر، أعبادته أحق أم أصنامكم بالعبادة أحق؟ أإله مع الله؟ إذا كنت تجعلوا إله بده يكون مثله، في واحد يعمل مثله؟ مشان ايش علم الكلام هذا؟ هي علم العقيدة من القرآن يا ابني، القرآن، القرآن، ارجع للقرآن.
بل هم قوم يعدلون. عم يعدلوا عن الحق إلى الباطل، عن الحقيقة إلى اللغو، عن الإيمان إلى الكفر، عن العلم إلى الجهل، عن السعادة إلى الشقاء. أمن جعل الأرض قرارا، هاي الأرض الطيارة ليش تمشي؟ طيارة تجارية سرعتها بالساعة بشكل وسطي قديش؟ يعني 1000 كيلومتر، خلينا نقول 1000 كيلومتر. يا ترى إذا كان 1000 كيلومتر بيحسن واحد يركب على جناحه وهي طائرة بسرعة 1000 كيلومتر؟ السيارة إذا مشيت سرعة 150 كيلومتر وكان سقفها مكشوف، طرموش الواحد أو البرنيطة أو اللفة أو العقال وين بيصيروا؟ بيطيروا وهي سرعة 150. إذا سرعة 1000 بيطير هو. الأرض طيارة، هلا أنتوا راكبين وين؟ طيارة سرعتها بالساعة حول الشمس قديش؟ 108,000 كيلو متر في الساعة. إذا بهالسرعة لازم جبال تطير، البيوت تطير، فمين جعل هذا الاستقرار مع هذه السرعة؟ ما لنا حاسين. موتور السكر إذا أسرع بده كذلك، الهواء بيضغط على العيون، الهواء بيجي على الصدر بيمرض. هو سرعة 100 كيلومتر، فسرعة 100 كيلومتر وثمان تلاف كيلومتر، فمين اللي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها؟ هادئين، لا حاسس بسرعة، لا بهواء، لا طارة اللفة، لا طارة الكاسة. شو السر؟ بيقولوا جاذبية الأرض. ما هي الجاذبية؟ فالملحدين بيقول لك ما في الله. ليش؟ بيقول لك أرجيني الله، لأنه ما بيشوف الله، إذا ما في الله على حسب عقله. إلا أنت كمان قل له في جاذبية الأرض، بيقول لك في، قل له أرجيني يا هذا شو؟ ما في، ما بأرجيك ياها، إذا ما في، ما في جاذبية، كذب كلامك. أستاذ ملحد عم يحكي لتلامذة ابتدائي إنه الله ما في، والدليل إنه ما في، لو كان في كنا شفناه بعيوننا. ولد عمره 12 سنة رفع أصبعته، قال له أستاذ، رفع أصبعته يعني بده يحكي، قال له شو بدك احكي؟ قال له أنت إلك عقل؟ قال له كان يعني ما لي عقل؟ قال له إيه، أرجيني أنا أشوف. قال له إذا ما أرجيتني يا بيكون ما فيك عقل. ولد صغير، يا ابني اقرأ القرآن للعلم حتى تتعلموا، تتعلموا الأدلة، تتعلموا الحجج، تتعلموا قوة إيمانكم عقلانيا، واذكروا الله حتى يتقوى إيمانكم وجدانيا، وحتى يصير قلوبكم حدائق ذات بهجة من الحكم الفيضية الإلهية السماوية. إسلام الانتماء، أنت مسلم مالك مسلم حقيقي، مسلم كذب. مسلم بلا معلم، طبيب بلا كلية طب بصير؟ هذا طبيب كذاب. نجار من غير معلم، حلاق من غير معلم، هذا حلاق كذاب. فمهندس من غير كلية هندسة، مهندس كذاب. مسلم من غير معلم، بلا مربي، بلا مرشد، بلا مدرب، مسلم كذاب. لو قرأ القرآن كل يوم 100 ختمة، المسجل بيقرأ القرآن أكثر منك، وبترتيل أحسن منك، وبموسيقى أجمل من صوتك، لكن اسمه مسلم، اسمه شريط. فأمن جعل الأرض قرارا، مين جعلها؟ أصنامكم؟ طيب لحالها؟
الطبيعة. الطبيعة هل خلقت العقل؟ بده يكون إلى عقل لما ما له عقل؟ فهل يمكن لمن يصنع عقلا أن يكون بلا عقل؟ هل يمكن لمن يصنع ذا إرادة أن لا يكون له إرادة؟ هل يمكن لمن يصنع سميعا بصيرا أن يكون أصم وأعمى؟ قال: هل في عيون الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدعا، هل يعني بيبدع هالمخترعات والبنايات والترتيبات في الدنيا، أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة عمياء؟ وإذا الطبيعة أدركت وتصرفت، وإذا نقول إلى إدراك وعقل وسمع وبصر وحكمة، قلنا الطبيعة والإله سواء. فالشاهد يا أبني، الملحد أغبى الأغبياء، لكن ما في أمامه الإنسان الذي يحاج من نافذة العقل. بيجي الشيخ بيقول له كفرت، كلمة كفرت بتصحح له أخطاءه، بتقربه من الإيمان، زادته بعدا عن الإسلام. ليش؟ لأنه هذا ما عم يقرأ القرآن بطهارة، بطهارة القلب ولا بطهارة العقل. والقرآن لا يمسه، لا يمس علومه وحكمه إلا المطهرون. أمن جعل الأرض قرارا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فإذا قلنا في جاذبية، مين أوجد الجاذبية؟ إذا قلنا في كهرباء تضيء وبتكهرب، مين مدد الكهرباء؟ مين عمل مصنع الكهرباء؟ منقول كهرباء وما منقول صانع مصنعها ومعملها، منقول فرشة منجدة وما منقول منجد، منقول ولد وما منقول أب وأم. هذا ابني، هذا جهل، هذا قصور أو جحود لمن لا يريد أن يعلم الحقيقة بل يصر على رفضها، وهي مشاهدة لبصره وبصيرته. وجعل خلالها أنهارا، كمان ما جعل الأنهار محل واحد، الفرات والدجلة وسيحون وجيحون والنيل، كل أنهر الدنيا عمل هون بمحل واحد، جعل خلال القارات إيش الخمس، وجعل لها رواسي. قال: الأرض كتلة من نار. الآن أرض نار، النبي يقول: إن تحت البحر نارا، إن تحت النار بحرا. البحر الأبيض المتوسط لو خلقنا القشرة الأرضية، القشرة الأرضية التي تحيط بالكتلة النارية، العلماء بيقولوا تشبه قشرة التفاح الرقيقة التي تحيط بالتفاحة. فالقشرة الرقيقة هي الطبقة الأرضية، والقلب كله نار. فإذا خرقناها للجانب الثاني، بنشوف الثاني كمان تحت منه في بحر. فمين علم النبي؟ مين أنطق النبي وهو الأمي؟
لا قرأ ولا كتب. ولو قرأ وكتب كان الإنسان بهذاك الوقت ما بيفهم الشيء، العلماء ما كانوا يفهموا الشيء. وجعل لها رواسي، فالكتلة الأرضية مغلفة بطبقة صوانية حجرية من نوع الصوان، هذا اللي هو أقسى أنواع الأحجار، والطبقة الصوانية مختومة بها الجبال الرواسي. فلو زالت هذه الجبال بأساسها الصواني تخرج الأرض من الأرض البراكين، لما بتخرج البراكين وتثور في بلد من البلدان بصير زلزلة لآلاف الكيلومترات. فلو الطبقة الصوانية كل أزالت هاللي من جملتها الجبال لاضطربت الأرض وفقدت الحياة، ولما كان هناك استقرار ولا قرار. فمن جعل لها هذه الرواسي لتكون لكم قرارا ومستقرا وبساطا وفراشا وحياة وسكنا وسعادة؟ مين؟ أصنامكم؟ لما الله، شلون تعملوا أصنامكم الحجر؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تمشي. فأي عقل إلى أي منحدر انحدر إليه عقل الإنسان الوثني؟ أتى الإسلام لينقل من هذا الانحدار في الهاوية ليجعله في القمة بعشرين سنة. ما شغلت واحد، ما شغلت طبقة متنورة، الشعب كله صار بهذا المستوى. هذا التعليم السماوي سرعته وثمرته وإنتاجه بعدين على مستوى عالمي بخمسين سنة. ولو ظل العرب على ما كان عليه النبي وأصحابه لكان العالم كله شعبا واحدا وأمة واحدة لغته لغة القرآن. لو لكان سلام ولكان إخاء وحب وسعادة ووئام. مين اللي بده يصنع الشيء بعد النبي؟ الشيخ. الشيخ الله يبعث الشيخ الحقيقي الذي يصنع هذا الشيء الذي صنعه سيدنا محمد ابن عبد الله. الأوروبيين لما كنت أتكلم معهم حول هالميدان يطير عقله يا ابني. أمم تقدر الأفكار، تقدر المفكرين. ما في بلد زرته من البلاد الشيوعية مع كبار المسؤولين سياسة وحكما، نائب رئيس الوزراء في سوفاكا في براغ، جلسة ساعة حدثت حول الإيمان العقلاني، قال لي لأول مرة أنا أسمع من رجل دين يقول الإيمان العقلاني، لأنه هن اللي بيسمعوا الإيمان بلا عقل وهن حريصين على العقل، فما رح يضحوا بعقلهم شأن شيء يرفضوا العقل. لما سمع إيمان وعقل قال لي دعوة لك مفتوحة كل وقت تريد، تخبر سفارتنا لتأتي وتحاضر في هذا الموضوع في البلد الشيوعي في براغ عاصمة سلوفاكيا. موسكو عمليا دعتني لأحاضر في أكاديمية العلوم، والسفير قال لي أكاديمية العلوم مفتوحة لك في أي وقت تريد. ألمانيا الديمقراطية الشيوعية، نائب رئيس الدولة مع عدد من النواب ونائب رئيس الوزراء أقاموا حفلة عشاء، كما صار حديث حول الإيمان بحسب مفهوم جامع أبو النور. قال لي إذا كان الإسلام كما تقول فنحن مسلمون. ومين كان معي؟ الدكتور، لأنه كثير من الأحاديث كانت تزاع في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحف. قلت له بعد ما نصل لدمشق بثمانة وأربعين ساعة وبرلين مقسومة شطرين، يعني تلفزيون يشاهد من الشطرين والإذاعة تسمع من الشطرين، قلت له بعد 48 ساعة ستأتينا دعوة إلى برلين الغربية.
وصلت لهم بعد 48 ساعة جيت الدعوة شوقا لإيش؟ ما لا مخاري ما لا عصايتي ومشيتي، شوقا للعقل الإسلامي. فيا ابني ارجعوا للإسلام بيرجع إليكم مجدكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.